أخذوا فرسان شعر العامية. نظر نفسه للوقوف على الجانب الآخر من السلطة، مما عرضه للسجن والاعتقال. وحين نضجت موهبته الشعرية، كتب مسرحيات للأطفال والكبار. قدمت أعماله المسرحية في العديد من الأقاليم المصرية، أبرزها سيرة سيليازم، الليلة فانتازيا، اقرأ الفتحة للسلطان. إنه المناضل السياسي والشاعر، إنه الكاتب المسرحي الكبير سمير عبد الباقي. مباشرة لما كان بيقرا لنا اساطير الحب والجمال عند الاغريق عشان نرسم. الثاني الزميل حسين عبد ربه اللي انشا فرقه الاتحاد، نادي الاتحاد ب 100 تمثيل، وقدم فيها قبل 23 يوليو مسرحيات كثيره، كل سنه مسرحيه في القريه، الى ان جاءت 23 يوليو وقررت ان هي تمثل بدلها. والتالت الشخصيه الثالثه الاستاذ الفنان الكبير المرحوم حسن فؤاد، اللي اشرف على فرقه الواحات في المعتقل، واخرج عيله الدغري، وحلق بغداد، وعلمنا ازاي نمثل واحنا في المعتقل ونتسامح على الاعتقال. الرابع الاستاذ صلاح حافظ، واعتقد ان الاجيال الجديده ما تعرفوش، كان رئيس تحرير صباح الخير، وهو اللي علمني خيال الظل في معتقل الواحات. الاسم الخامس اسم المرحوم من الاعرى، اللي ما حدش بيذكرها من البيت المسرح، حتى اولادها اللي على مدار 20 سنه علمتهم فن العرايس بيطلعوا في التلفزيون لما تضاء عليهم الانوار ما يجيبوش سيرتها. حتى المركز القومي للمسرح ما جابش سيرتها، وهي اللي علمتني ازاي اروح الورش واخبط الخشب واساعدها. أنا آسف، لكن لازم نهدي